أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في إقامة الجماعة الثانية لصلاة العيد في المسجد الواحد، لا سيما في بلاد الغرب التي يضيق فيها المسجد عن كثرة عدد المصلين؟ لا بأس، إذا كان مالهم مكان يسعهم وينقسمون إلى جماعتين من أجل ضيق المكان لا بأس بذلك، لأجل الحاجة. نعم.